السلام عليكم، معكم مصطفى الحتاوي. رمضان كريم. بالنسبة للمسيرة ديالي الرياضية الكروية، أنا تزدت في درب سلطان، بديت كرة القدم بحال جميع الأطفال ديال الأحياء الشعبية في الدرب ديالي والأزقة اللي مجاورة لنا. كنا تنديروا مباريات فيما بيننا، ومن بعد كذلك أمام الباب ديال المدارس اللي قريت فيهم. الحمد لله كنا كإخوان، من بعد نهاية ديال الدروس ديالنا تندير مباريات، وهذاك اللي خلانا نوليو تنبغيو الكرة بزاف ومتبعينها بزاف. فمن بعد التحاق ديالي بمدرسة فريق الرجاء في الصغر، عندي 6 سنوات، بقيت تندرب مع الفريق ولعبت مباريات كثيره. وملي كنا صغار في المدرسه كنا تنمشيو لملعب محمد الخامس لنا تندخلوا باش نكونوا حنا اللي تنجيبوا الكرات في المباريات الدوليه اللي كانت يلعب المنتخب الوطني المغربي. وكنت معجب كثير الحاج احمد فارس الله يطول العمر ديالو ومصطفى بيتشو. تدرجت في مدرسه الدراجة، لعبت في جميع الفئات ديالها حتى الفريق الاول اللي بديت معاه في الموسم ديال 79 80، وبدا التالق ديالي بواحد الوتيره اللي خلات الاسم ديالي يتعرف في المغرب كله ويتمني داع عليا المنتخب الوطني المغربي الكبير. من بعد ما دوزت منتخب ديال اقل من 17 سنه و 19 سنه، وكذلك المنتخب ديال الامل بحال كما تنقولوا الان المنتخب الاولمبي. مسيره مع فريق الرجاء الاول والفوز بكاس العرش في 82، ومن بعد للاسف انهزام في ضربات الجزاء السنه اللي من بعدها في النهائي ديال كاس العرش باش نفوزوا جوج المرات في سنتين. ما كانش بجانبنا الحظ. التأهل ديالنا دابا جا ديال كأس العالم المكسيك 86، من بعد تألق ديالنا قاريا، من بعد دارت القرعة طحنا في واحد المجموعة شنقول لكم اللي هي سموها الجميع مجموعة الموت، والفريق الصغير كما كانت يقولوا هو المغرب اللي غادي يكون الفارسة ديال هاد المنتخبات اللي كانت في المجموعة ديالنا. بولونيا، وما أدرك ما بولونيا، لاعبين كبار تيلعبوا في أكبر فرق أوروبا. البرتغال نفس الشيء، أسماء كبيرة. أنجلترا، أنجلترا لاعبين ديال الفرق الكبرى ديال أنجلترا، وكذلك اللاعب اللي كان تيلعب وهداف كبير في برشلونة هذيك الوقت هو لينيكر. ولكن من ملي وجدنا واستعدينا مشينا شهر 40 يوم تقريبا المكسيك المونتيري واستعدينا بما فيه الكفايه، ولكن كانت حتى الثقه في النفس ديالنا. ارى لي المقابلات في صراع نديه كبيره، هو الحلم ديال كل لاعب خاصو تكون في درجات، ولكن الاسماء هي كاس العالم يشارك فيه. والحمد لله دوزنا مباريات كبيره، قصينا منتخبات قويه بالفرجة بالنتيجة. كنا فريق اللي قوي جدا. التحقت بسانتيتيان اللي مضيت معاه واحد العقد ديال 4 سنوات، تألقت في السنة الأولى بواحد الوتيرة اللي تختاريت أحسن لاعب أجنبي في 87 في فرنسا. سجلت 10 أهداف مع فريق سانتيتيان، عطيت أهداف كثيرة للمهاجمين اللي في القدام تيلعبوا قدامي، لأن أنا رقم 10 وهو مزي العمليات، هو استراتيج، هو المدرب الثاني داخل الملعب، هو اللي تيمول المهاجمين بالكرات الحاسمة. هذاك الشيء كل شيء المسؤولية ديالي كرقم 10. وفي هذاك الفريق هذا المدرب إيربان اللي دابا وافته المالية هاد الأيام هذه في شهر رمضان الله يرحمه، عطاني رقم 10 اللي كان تيلعب به بلاتيني الأسطورة ديال الكرة الفرنسية والعالمية، لأن كان دربوا فريق سانتيتيان
بلاتيني لعبت هو في سانت إتيان. من بعد نيس الرحلة ديالي داتني لفريق ديال لونس في الشمال ديال فرنسا، دوزت 3 سنوات اللي كانت خارقة للعادة، دائما الأهداف، كرة الحاسمة، تألق، الجمهور كتير كان يجي باش يشوف مصطفى الحداوي، التقنيات ديالي اللي كنت معروف فيها، القذافات من بعيد، أهداف اللي تتكون رائعة من بعد عمليات فردية ومراوغات اللي كنت تنتميز فيها في هذيك اللحظة هذه. من بعد مشيت للفريق ديال أونجي في الوسط ديال فرنسا، مضيت مع 2 سنين حتى هي في المستوى الكبير وتألقت فيها، الحمد لله انتهيت في 1995 في البطولة الفرنسية. من بعدها مشيت للجزيرة ديال لاغينيون، لعبت واحد السنة حتى هي تألقت فيها، كان متميز أحسن لعب أجنبي. من بعد سلطنة عمان من وراء كأس العالم ديال 1998، فريق السويق العماني اللي لعبت مع هذيك السنة وكانت هي الأخيرة ديالي في المشوار كلاعب، والحمد لله مفخرة ليا وفرحان كتير على داك الشيء اللي عطيت مع المنتخب الوطني المغربي اللي أعطاني الكثير، وفرحان بأنني لعبت مع أساطير ديال كرة القدم. من بعد شنقول لكم، خليت هذه النقطة هذه ديال المشاركة الثانية ديالي في كأس العالم 94 لأنها استثنائية، لأن أول مغربي عبدو ربي اللي لعب كأس العالم مرتين، خليت هذه الكلمة لأن باش نهضر على ذاك المنتخب ديال 94 اللي كان في أسماء كثيرة، هي العمود الفقري ديال المنتخب 98 اللي تألق في كأس العالم ديال فرنسا. حنا كنا في أمريكا كأس العالم اللي شاركت فيها الثانية ديالي، كان واحد الفريق اللي في أسماء وازينة، حجي البجا، شاوش، النيبات، الداودي، طار خلاج، واللائحة كلهم تقريبا لاعبين كانوا في مستوى كبير تنتنبه عليهم، تنتنبه المستقبل اللي هو رافع جدا، ومستقبل اللي يخليهم يدخلوا في تاريخ كرة القدم، وهذا الشيء اللي وقع من بعد. تحية لهم، تحية لجميع المدربين